بلدتي عقربة تشتهر بزراعة الحبوب القمح والشعير، وتشتهر بزراعة أشجار الزيتون المثمرة وأشجار اللوزيات، وهي منطقة خضراء يحدها نهر اليرموك الخالد من الشمال والحدود السورية من الجهة الشمالية. قرية عقربة هي محاطة بالهضاب والمرتفعات، وهي عصية على الطامعين، لذلك سميت بهذا الاسم، وهي مسماها القديم أصلا تابعة لمملكة اسمها مملكة عقيرباء. وادي خالد لما شفت كمان منه لقدام شوي محطة، وهي القرية العاصية.